مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه، بل هو الذي يستضيفنا، رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، والذي نحاوره مع زملائي كريم حمادي وحسين إجرادي. أهلا ومرحبا بك دولة الرئيس. مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا، شرفتوا. شكرا. هذا بيت ما الدولة، فأنتوا مستضافين عند الدولة مو عندي. طيب الآن أنت الدولة في هاي المرحلة، أنت تمثل الدولة. هذا بيت الدولة، ضيافتك يعني. أنا مقيم مؤقت. طيب دولة الرئيس، ملف البطالة من الملفات الضاغطة عند كل الدول ولكل الحكومات، وهو من الملفات يعني التي تعتمدها الحكومات كمخرجات إلها بالنهاية عبر تقارير كتعبير عن نسب الإنجاز والنجاح. وأنا أدرك أن هذه المشكلة العراقية لم يعد القطاع العام، قطاع التوظيف الحكومي يستوعبها، ولذلك أسأل عن الخطوات العملية للحكومة وما تريد أن تفعله في مجال معالجة هذه الظاهرة من خلال الاستثمار أو القطاع الخاص، وهل هناك مدد زمنية، وهل أشهد في يوم من الأيام في السنة الثانية أو الثالثة تقارير ربما دورية في معالجة هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الحضور وعلى إجراء هذا اللقاء، وللإجابة على السؤال، وهو السؤال قديم جديد. البطالة في العراق تراكمت خلال فترات طويلة، وحتى أصبح من الصعب إحصائها. كم عدد العاطلين عن العمل؟ اسأل كل الاقتصاديين، اسأل وزارة التخطيط، ستجد إجابات مختلفة. ليس فقط لوجود بطالة مقنعة كما يقال في الدولة، لكن لوجود أيضا عمل مبطن في الدولة وفي خارج الدولة. فالدول باتت تقيس البطالة بالباحثين عن العمل وليس بغير العاملين. يعني من يسجل في دوائر العمل هو الذي يعتبر باحث عن فرصة عمل، يعني هناك كثير ربات بيوت، هناك أفراد لا يريدون العمل، لديهم موارد أخرى، لديهم اتجاهات أخرى في الحياة، وبالتالي لا يسجلون. فالدول عندما نقرأ نسبها فيما يخص العمالة يتمثل بمقدار من يبحث عن عمل في دوائر العمل. إذا كانت هذه المشكلة عندنا في العراق تبدو بسيطة، لأن المسجلين في دوائر العمل حقيقة أعدادهم ليست كبيرة جدا، لكن في الواقع في المجتمع هناك يعني عمل وبطالة، عمل مبطن، هناك كثير من الناس الذين يعملون لكن غير مسجلين في دوائر العمل، وهناك كثير من العاطلين عن العمل غير مسجلين في دوائر البحث عن العمل. فيما يخص العمل، أنا عندما كنت وزيرا للمالية عام 2004 كان عدد العاملين في الدولة بحدود 850 ألف موظف. اليوم يقترب العدد من يعني 3 مليون حسب الموازنة، وهو يقترب قد يكون من 4 مليون إذا احتسبنا الشركات العامة وكل ما يعني يعتمد على الدولة بشكل مباشر في العمل. هذا رقم كبير، هذا رقم ضخم جدا. لذلك منذ سنوات الموازنات بدأت تقنن هذه المسألة وتضع عراقيل أمام مزيد من التوظف في الدولة، وتغلق الباب أمام فتح ملاكات جديدة، لأن لم يعد بالإمكان استيعاب أعداد أكثر، لا موضوعيا ولا ماليا، موارد النفط محدودة، العراق يزداد بمعدل مليون وأكثر نسمة سنويا، أي سنضخ في سوق العمل من 300 إلى 400 يد عاملة سنويا. ألف. نعم. 300-400 ألف يد عاملة سنويا.
وبالتالي لا تستطيع الدولة استيعاب العمل. وتعلمون جميعا اليوم معدل العمل في الدولة لا يتعدى 17 دقيقة بسبب حجم الموجودين الملاكات، فعلاقة العمل بالإنتاجية ضعيف جدا. كيف تحل هذه المشكلة؟ لم يعد بالإمكان حلها عن طريق مزيد من الملاكات، لم يعد، لا فرصة لا إمكانية إلا بتحريك القطاع الأهلي، بتحريك الاستثمارات، بتحريك كل عوامل الحركة إلى الأمام، التقدم إلى الأمام، عدم وضع المزيد من الكوابح. ونظامنا الاقتصادي مليء بالكوابح، مليء بالعقد التي تعرقل الانطلاق إلى الأمام اقتصاديا، الانفتاح الاقتصادي، الانطلاق الاقتصادي، التسهيلات الاقتصادية، توفير البيئة الاستثمارية الجيدة هو الطريق. إذا تم اقتناع يعني في فلسفة الدولة والرأي العام على هذه النظرة، فنحتاج فعلا إلى توحيد الرؤية وتوحيد الفلسفة والخلفية للجميع، للسلطة التشريعية، للسلطة القضائية، للسلطة التنفيذية، للعشائر، للمجتمع المدني، للمجتمع الأهلي. كل هذه العناوين يجب أن تتفق أن العراق لا يستطيع حل مسألة البطالة بدون انطلاق الاقتصاد الأهلي والاقتصاد الوطني. إذا اتفقنا على هذه المقدمة، الآن يأتي دور المخطط، أي القطاعات يختار تنشيط العمالة في بلد كالعراق؟ هل يذهب إلى قطاع السكن مثلا؟ هل هو القطاع المحرك، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الترانزيت، السياحة؟ أي القطاعات هي الأكثر خدمة وأكثر استجداد إلى اليد العاملة؟ هذا هو البحث هنا، يعني نصبح في هذه المرحلة أمام أي القطاعات نذهب إليها. لذلك في هذه الحكومة نحن أولينا اهتمام كبير للزراعة. نعم. وقد نتحدث لاحقا، لا أريد أن أطيل في الجواب، لأن أنت في بداية الحديث قلت كم الجواب سيستغرق، قلت لك إما كلمتين أو 200 كلمة، فحتى لا تصبح أكثر من هذا الحجم. فهنا تصبح الخيارات عندنا، طبعا لا يوجد خيار واحد. عندما أقول نعطي الأولوية للزراعة، لا نهمل قطاع السكن، لا نهمل قطاع التعليم، لا نهمل قطاعات السياحة، لكن أين تكون القاطر، رأس القاطرة التي تسحب بقية العربات؟ هذا النقاش يصبح بين الاقتصاديين والاختصاصيين في هذا الاتجاه. نعم. دكتور الرئيس، يعني عندما تتحدث حضرتك وتقول خلينا يعني مهمتنا الأساسية الآن هي قصة الزراعة. نعم. أولوية. أولوية. ليست الوحيدة، لكن ممكن للزراعة أن تكون، ومع الزراعة ستتحرك الصناعة الخفيفة، الصناعة المتوسطة، بعض الصناعات الثقيلة، بعض الصناعات خطوط الإنتاج التي تحرك. الزراعة تحرك بقية القطاعات، ليس بمفردها تتحرك. طيب. رأس القاطرة الذي يحرك الجميع. كنا نتوقع أن تقول الكهرباء هي أولويتنا. نحن نتكلم عن البطالة. جيد. نتكلم عن البطالة وما تحركه من قطاعات. الكهرباء أساسية لانطلاق الاستثمار، بدون كهرباء، بدون كهرباء لا يمكن البدء بالاستثمار. لذلك يجب حل مسألة الاستثمار الكهرباء. لكن فيما يخص حجم البطالة الموجود، حجم البطالة الموجود، هناك قطاعات، قطاع السكن يحرك حوالي 20 قطاع مرافق. الزراعة بذاتها هي تمتلك ملايين الناس، يعني أكثر من 50-60% من الشعب العراقي هو يعيش الحالة الزراعية، الرعي، الصناعات الخفيفة المرتبطة بالزراعة وهكذا. فنحن نتكلم عن نموذج اقتصادي يحرك بقية القطاعات أكثر من غيرها حتى نرمي عليه ثقلنا. إضافة، وأنا سأشرح إذا تمت الأسئلة حول هذا الموضوع أو تريدون الوقوف عند هذا الموضوع، أن الزراعة هي أسهل القطاعات للتحرك. أنا في الصناعة أحتاج توفير الأرض، أحتاج توفير المكائن، أحتاج توفير طاقة كهربائية عظيمة هائلة كما تفضلتم، أحتاج تشريعات، إجازات. بينما في الزراعة كل شيء جاهز، مهيئ الأرض، المزارع الفلاح في مكانه، لا تحتاج إلى تعيينات، لا تحتاج إلى تأسيسات،
مجرد شجع الزراعة تحرك معها قطاعات أخرى، تحرك معها كثير من النشاطات الاقتصادية معها. على كل هاي رؤية، هذه رؤية قابلة للنقاش، قابلة للتصويب، لكن هذه رؤية أنا أعتقد العراق بحاجة إليها. بالمناسبة هذا ما اتبعته الهند من نموذج، اختلفت عن بعض الدول، ذهبت بعض الدول إلى أولوية الصناعة ثم وقفت أمام اختناقات اقتصادية، بينما الهند عندما وفرت هذه القاعدة استطاعت التركيب عليها والصعود عليها لتوفير نشاطات. تعلمون الآن الهند مرشحة أن تكون البلد الأول اقتصاديا في العالم في 2050. دولة الرئيس يعني كان بودي أن أسأل عن الكهرباء، وأنتم وضعتم ملف الخدمات في سلم أولويات يعني البرنامج الحكومي، ولكن طالما تحدثت عن موضوع الزراعة وأهميتها فلنبقى ضمن هذا الموضوع. جنابك عندما تتحدث عن هذه الخطة لتطوير عملية الزراعة كمواطن عراقي، أقول كل الحكومات السابقة من ضمن أولوياتها كانت تطوير القطاع الزراعي. ما الذي سيختلف عند هذه الحكومة؟ قد نسمع الحملة الزراعية، تطوير القطاع الزراعي، تمويلات، ولكن بالنتيجة واقع الحال بعد 4-5 سنوات يرجع الأمر كما كنت، ولا كأنه صرفت ملايين الدولارات في هذا الملف. فساد، سوء تخطيط، لا نعرف. نريد منك تطمينات كيف ستقوم الحكومة أو ستؤكد الحكومة للمواطن العراقي أنها حين البدء بخطة تطوير الزراعة أنها ستضع فعلا بصمة حقيقية في هذا المجال. لا، هي قامت، مو ستقوم. طيب، نحن لا نعد الناس يعني هي قامت بهذا الشيء. والأمر ليش ذكرت أن الزراعة كان يجب الالتفات إليها مبكرا، لأن يعني مقومات النهضة بها سريعة ومباشرة، النتائج مباشرة. مثلا نحن إلى حد الآن في هذا الموسم الآن تقريبا نصل معدلات إنتاج للحنطة 4.5 مليون طن، هذا رقم قياسي في كل تاريخ العراق لم يتحقق، وهو يمثل نسبة مهمة من سد حاجتنا إلى القمح، الطحين الذي هو حاجة أساسية سواء في السلة التموينية، في البطاقة التموينية، أو في سلة المواطن اليومية. هذا الأمر لم يتطلب مزيد من مكائن، لم يتطلب مزيد من مرشات. نعم، قالوا هذه السنة كانت سنة ممطرة، صحيح، لكن مرت بالعراق سنوات ممطرة كثيرة لم توفر آليات حقيقية لاستثمار هذه المياه التي تمتعت بها الأرض الزراعية. نحن ماذا عملنا؟ وكنا واعين هذه المسألة، لأن أنا كرجل أدرس اقتصاد العراقي منذ 50 سنة. ماذا عملنا هذه السنة؟ منذ البداية، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، أعطينا اهتمام إلى مسألة الزراعة. لم تكن الأموال كافية، وفرنا مال كافي لكي نسدد إلى الفلاح حالما يسلم المنتوج. في كل عام زراعي كان الفلاح يزرع، وزراعة إلى حد كبير محدودة لأن لا تجد له أسواق. الاستيراد الأجنبي أرخص من الحنطة العراقية، فنذهب إلى الاستيراد. فالمعول الرئيسي للفلاح هو أن تشتري الدولة منه حاصله بسعر مدعوم، هذا هو الدافع الرئيسي إلى المزارع، يهتم به أكثر مما يهتم إلى الوقود، أكثر مما يهتم إلى وسائل الإنتاج الأخرى. هو يستطيع أن يوفر أكثر من البذار، أكثر من الأسمدة، أكثر من المكافحة بسعر مدعوم، هو يستطيع أن يتحمل النفقة. الذي كان يحصل أن عندما يأتي موعد الحصاد، الفلاح البسيط لا يستطيع أن يسوق محصوله، يأتي التجار، يأتي بعض السماسرة يشترون منه المحصول بسعر بخس ويعيدون بيعه إلى الدولة بسعر عالي، هم يستفيدون، الفلاح لا يستفيد. لذلك الزراعة تنحسر، تتراجع في كل يوم. نحن قلنا لا، سندعم الفلاح دعم كامل ونسدد له حالما يسلمنا المنتوج، يقدم العينات للفحص، عندما يتحقق لدينا أن المنتوج سليم فحين ذاك نسدد له. داخل الدولة، داخل الوزارة تم النقاش، قالوا لكن البعض يزرع خارج الخطة الزراعية. قلنا الخطة خاطئة،
والفلاح محق، عندما توفرت له فرصة الزراعة زرع. فالخطة أخطأت في التقدير، كان يجب على الخطة أن تضع تقديرها الصحيحة. هذا ماذا سيعني؟ هذا يعني الآن عندما استلمنا هذا الحجم من المحصول بسبب سنة رطبة، صحيح كانت الأمطار جيدة وغزيرة، إذا السنة القادمة كان لدينا سنة رطبة إذن سنحصل على أيضا منتوج جيد، إذن الزراعة نشطت، معها تنشط المراعي، تنشط الثروة الحيوانية، تنشط الصناعات، النسيج، الغزل، الدهون، الأجبان، الحل، كل هذه الصناعات تنشط مع الزراعة. زين، إذا هذه نشطت ستنشط الزراعات الأخرى. إحنا الآن عندما شاهد الفلاح، سداد الحكومة المباشر إلى الفلاحين طالبة بزراعة أراضي أوسع من الشلب. العام الماضي نحن زرعنا بحدود 50,000 دونم، الآن ما يزرع في الشلب 660,000 دونم. ليش؟ لأن يتوقع أن يسدد له. وهذا هو النموذج، أنا أذكر الفارق بين النموذج السوفيتي، حتى السوفيتي الكولخوز والسوفخوز عندما كانت الجمعيات والتعاونيات الزراعية تزرع هناك، وبين النموذج الكندي والأمريكي عندما كان الدعم يحصل على الناتج وليس على المدخل، على المخرج كان يحصل. ففي فترات لاحقة كما تتذكرون قبل انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت السوفيت يستوردون من كندا وأمريكا القمح، فبالتالي تنشيط الزراعة أسهل بكثير من أمور أخرى وأكثر فائدة ومباشرة إلى الشعب. الآن المال بيد الناس، لا توجد حلقة فساد واسعة، المال بيد الناس يصرفون مباشرة، الأسواق تنشط بسبب ذلك. وأعتقد هذا هو نموذج إذا اعتنينا به، جتينا أمطار من رب العالمين. الآن بالمرشات، بالسقي البشري، تحسين الري في العراق، نستطيع إدامة الملايين الدونمات التي زرعت، ونستطيع استصلاح الأرض العراقية كما يجب. سيد رئيس الوزراء، ذكرت وأنت ترحب بنا أننا في بيت الدولة وأنك مقيم مؤقت، هل لديك أي قلق سياسي من أن تكون فترة الإقامة المؤقتة أقصر من مدتها الدستورية أو مدتها المتوقعة المفترضة، في ظل من يتحدث عن مساعي من قوى سياسية داخلية بدعم خارجي ربما لإسقاط حكومتكم؟ لا خشية لدينا من الإسقاط، لأن نحن لم نقدم على تشكيل هذه الحكومة إلا بطلب الآخرين، يعني الكل يعلم نحن لم نكن، ليس لدينا كتلة نيابية، ليس لدينا نائب، ليس لدينا حزب، لم نتوجه إلى الآخرين حقيقة. القوى السياسية توجهت وطرحت رؤية، وطرحنا بالمقابل برنامج وتم القبول به. أعتقد الشروط التي نعمل بها اليوم أفضل من الشروط في تشرين الأول 2018، فالحكومة اليوم أكثر صلابة، أكثر انسجام، أكثر وحدة، وأصبح لديها ما تدافع عنه. المنهاج الوزاري تحول إلى برنامج حكومي، صدرت للستة أشهر الأولى التقرير المتعلق بالأمر، وهو تقرير جيد لا بأس، يجب تدقيقه، يجب قراءته بشكل صحيح، أحيانا لا يقرأ بشكل صحيح من أصحاب الاختصاص، هو تقرير جدا متخصص، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها. إذا كانت المسؤولية تبالغ، بسرعة القارئ المتخصص سيجد أين الخلل في الحكومة، الحكومة نفسها قادرة أن تجد أين الخلل في دوائرها وفي وزاراتها. يعني عندما تبالغ وزارة في تقرير الستة أشهر الأولى، بالإمكان ملاحقتها في الستة أشهر التالية بدقة، لأن التقرير يقوم على الرقم والوزن ولا يقوم على الانطباعات. عندما تسأل دائرة معينة كيف عملكم يقولون ممتاز جيد، إن أنا ما عندنا ممتاز جيد، ما عندنا انطباعات، عندنا رقم. أنت كان لازم أن تصدر، أن تشتغل على تصدير مثلا 200,000 جواز سفر، مصدر 40,000 جواز سفر، إذن عندك تقصير 260,000 جواز سفر عن الميزانية التي أعطيت لها، عن الملاك الذي موجود فيه، وإلى آخره. كل عمل يقاس إما بحجمه أو بوزنه. لكن هل القوى السياسية تقيس الأمور بهذه الطريقة بمراقبة الإنجازات ومراقبة التقرير والجداول، أم
تخضع لمعطيات سياسية إقليمية خارجية قد تستوجب منها أن تغير رأيها وتقول نريد حكومة مواجهة، لأن نحن ربما مقبلون على مواجهة. هذا يعتمد على القوى السياسية، يعني نحن نعمل بالقواعد الصحيحة للعمل، وعلى القوى السياسية أيضا أن تراعي القواعد الصحيحة للعمل. إذا أرادت القوى السياسية تخرج عن القواعد الصحيحة للعمل، يعني اسألوها، لا تسألوا رئيس الوزراء. رئيس الوزراء موجود يقينا إذا مجلس النواب أقر رئيس الوزراء سيحترم قرارهم ويقول لهم شكرا على التولية ويسلمهم الأمانة. لا يوجد تمسك بالسلطة، بالعكس لا نتمسك بالسلطة. لكن لا أعتقد أن القوى السياسية اليوم يعني لا تمتلك النضج والغير على المصلحة الوطنية بحيث تذهب إلى مثل هذه المغامرات. أقول أن الوضع اليوم شروطه توفرت أفضل مما كانت عليه قبل 6-7 أشهر. نعم دولة الرئيس، أنت تقول اسألوا الأحزاب السياسية، ولكني أسألك أنت باعتبار أن هناك قراءة محددة لسلوك سيد عادل عبد المهدي إزاء الأحزاب السياسية، ابتداء أنت تعتقد بضرورة تقوية الدولة على منظومة أحزاب ما بعد عام 2003، وهناك من يقول أن استراتيجية سيد عادل هي تفتيت الكبار، لأنه يؤمن أنه مرحلة 2003 حتى 2018 هي مرحلة، وما بعد 2018 باختيار حكومة التسوية يجب أن تكون مرحلة جديدة. هذا مكمن المواجهة. هو نحن في مرحلة جديدة، هذا صحيح، لأن أنا كنت مشارك في معظم الحكومات السابقة وأتحمل ما على تلك الحكومات سواء إيجابيات أو سلبيات، لا يمكن التنصل عنها. لكن ومنذ فترة مبكرة وأنا أقول أن المرحلة السابقة انتهت منذ فترة جدا مبكرة، يعني من 2010 أن المرحلة السابقة انتهت ويجب أن نبني لمعادلة جديدة ومرحلة جديدة. أنا لست مع إضعاف الأحزاب، الأحزاب مهمة جدا في أي نظام ديمقراطي، لكن يقينا المحاصصة وتحاصص الأحزاب للدولة مو فقط لمجلس الوزراء، هذا حق مجلس النواب حق، لكن للدولة تحاصص الأحزاب فيها هذا خطأ. يجب أن يتساوى المنتمي واللا منتمي في الدولة، أن لا يحصل المنتمي على امتياز وأسبقية على غير المنتمي، وأن لا يظلم المنتمي أيضا إذا كان كفو عليه أن يأخذ الموقع. فلدينا نظام خدمة عامة يجب أن يكون، و الأحزاب لها مساحة العمل السياسي، لها مساحة مجلس النواب كاملة، لها مساحة حتى مجلس الوزراء إذا كان لدينا حكومة أغلبية وحكومة أقلية معارضة. فهذه مساحات العمل الحزبي، ويجب أن نحمي الأحزاب ويجب أن نرشد الأحزاب. يجب أن الأحزاب هي نفسها تدرك أن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة، فيجب أن تكون أولا أحزاب ديمقراطية في داخلها، تكون هناك شفافية ديمقراطية للأحزاب وتواصل وشفافية بينها وبين الجمهور، والنظام الانتخابي لا يخدم الحزب وإنما يخدم الناخب المواطن لإيصال أقوى الأحزاب أكثرهم رشدا، أقوى التكتلات أكثرها رشدا إلى مجلس النواب لتأسيس حكومة راشدة لديها برنامج واضح، ومعارضة أيضا راشدة لديها برنامج واضح. معارض لدينا معارضة راشدة؟ لا، لم تتشكل لدينا بعد معارضة راشدة ولا أغلبية راشدة، لا نزال يعني نعيش إرهاصات الماضي. أنا متفائل أن الأزمة هي حل، أن وجود أزمات في البلد هي مقدمات لحال تدفع الناس للتفكير إلى حلول، وبالتالي إذا كان لدينا رؤية أو ما يسمى نظرية في بناء الدولة، نحن لسنا أول دولة يعني ننتقل من نظام شمولي دكتاتوري إلى دولة ديمقراطية، لسنا أول دولة. تحصل إرهاصات، تحصل تدافعات، لكن تلحقها حلول. فبالتالي عندما الآن نصل إلى هذا المستوى أن الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تعرف الكتلة الأكبر لاستلام الحكومة، أو تريد أن تخرج من دائرة المحاصصة أن الكل يشترك في الحكومة، أعتقد هذه فرصة ذهبية
أن فعلاً نؤسس لنظام أغلبية سياسية، لكن هذا يعتمد على قانون الأحزاب وأهمية أن الأحزاب تكون راشدة وتكون واعية لمهامها كأحزاب، وثانياً على قانون الأحزاب. يعني قانون الأحزاب إلى حد هذه اللحظة يحتكر صوت الناخب. يعني كيف ممكن لمرشح مستقل مثلاً نأخذ محافظة من المحافظات فيها 30 مقعد للمحافظة، أي سيكون هناك 60 مرشح، ويأتي رجل مستقل كفوء من المواطنين يرشح ضد قائمة فيها 60 مرشح، ينافس قائمة فيها 60 مرشح. يعني إذا أخ والأخت والأب والابن والأقارب أنطوا أصواتهم للمرشحين للقائمة اللي بها 60، يقينا سيفوزون على أي مرشح مستقل. لذلك نادينا منذ فترة طويلة أن نبدأ نحتسب على الأقل نسبة معينة بأعلى الأصوات، ليس فقط بالقائمة المغلقة، أو نذهب إلى أنظمة حزبية مغلقة مغلقة كما اليوم في تركيا في عدد كبير من الدول لديها أنظمة، إذا فاز حزب واحد يفوز بالسلطة، يأخذ السلطة، كل الوزراء يذهبون مع هذا الحزب. إذا كانت ظروف العراق تتفق، وأعتقد ظروف العراق التنوعية لا تتفق بهذا الشكل، فممكن الذهاب إلى حكم اليوم الديمقراطيين العمال كلهم يلجؤون إلى أسلوب الفائز الأول يأخذ الحكومة كلها. فبالتالي أكو أنظمة، توجد لدينا أنظمة ديمقراطية في العالم. يجب اختيار أو نصنع في العراق النظام الأنسب لظروفنا حتى نستطيع أن نقيم تجربة سياسية تفوز بها الكتلة الأكبر أو الحزب الأكبر، حتى نذهب حتى تشكيل حكومة يصبح أمر بسيط وسهل ولا ندخل في مثل هذه التعقيدات. دولة الرئيس يعني لفت انتباهي في إجابتك تحاصص الأحزاب للدولة، قلت أنا مع أنه مجلس النواب والحكومة وزراء من حقهم، لكن تحاصص الأحزاب للدولة لا يمكن أن يتم ذلك، وأنت تمر في خضم اختيار مناصب الدرجات الخاصة، ونعلم جيدا أنك تعرضت إلى ضغوط هائلة في هذا الإطار. ما الذي فعلته من خطوات لحل هذا الملف؟ يعني احنا اولا نستخدم الحجة، يعني الحجة انا احسن الظن باخواني، انا لا اسيء الظن بمن يخالف، وصبورين، وطالما نتهم بسبب صبرنا اننا احيانا بطيئي الحركة، لكن القرار الصحيح أهم من قرار خاطئ سريع، قرار صحيح متريث أهم من قرار خاطئ متسرع. فأنا أحسن الظن بإخواني، لا أسيء الظن. فتعلم جنابك أصبح يسمونه دولة واو، دولة الواوات، دولة الوكالة. نحن لدينا أكثر من 1000 وكالة، أكثر من منصب رئيس بالوكالة. 1000؟ أكثر. مدراء العامين في الجامعات العمداء والرؤساء في الجيش كذا. احنا تخوفنا هاي اختلاف الارقام، واحد يقول لك يجي نائب يقول مثلا 500 الى 600، يجي رقم اخر يقول لك 3000، رقم فوق ال1000. احنا نقول اخاف اكو مناصب مختفيه ما ادري وين، يعني هيك يجوز. لا ماكو مناصب مختفيه، بس انت لازم هم ان السؤال ينطرح صحيح والجواب يجي صحيح. طيب، فاذا كان السؤال عن مجموع ما هم بالوكالات، نعم قد يتجاوز ال1000. معظم عمداء الجامعات، يعني كل هذول الآن خارج والقادة العسكريين، والقادة العسكريين كل هذا خارج. إذا حسبنا فقط المدراء العامين، المدراء العامين في الدولة هم حوالي 500 وكسر. زين، إذا أضيفت لهم الهيئات المستقلة وأضيف لهم الوكالات أيضا لحزيد العدد، إذا أضيف لهم العمداء والجامعات لحيزداد العدد، إذا أضيف لهم القوات الأمنية لحيزداد العدد، فنعبر ال1000. هذول كلهم ضمن ملف الوكالات داخلين تحت إيدك الآن؟ نعم، مو تحت إيدي، ماكو حتى تحت إيدي، كلهم نبحث، كلهم يبحث موضوعهم. إحنا بدينا في مجلس الوزراء ببحث ما هو ضمن صلاحيات مجلس الوزراء الذين هم المدراء العامون. هؤلاء بدينا بحثهم وحسمنا الموضوع. الآن صوتنا على كل المدراء العامين الموجودين في الدولة العراقية. نعم، ننتظر بعض المواقع من كردستان وبعض المواقع من المحافظات،
حتى لأن أكو شواغر أيضا أدت مئات من الشواغر لا زالت مواقع شاغرة حتى نصل إلى الحجم الكلي لهذا الملف الذي تعقد بمرور الوقت. أنا أتذكر الأخ المالكي عندما كنت أنا نائب رئيس جمهورية في 2007 أو 2008 جاء قال له تحلوا لي مشكلة الوكالات، قلنا احنا مستعدين قدمنا القوائم ونتعاون عليها. كان العدد ذاك الوقت لا يتجاوز 150-160، لكن صار إهمال وتراكمت التجربة وأصبحت كل التعيينات بالوكالات كلها، نادرا ما يذهب الاسم إلى إما مجلس الوزراء أو إلى مجلس النواب. على كل حال نحن من المهام الصعبة حقيقة خلال الفترة الماضية والتي أخذت كثير من الوقت هو السعي لحل الوكالات. وعندما جاءت القوى الحزبية وشكلت اللجان لهذا الموضوع قلنا نحن فيما يتعلق بالمدراء العامين هذا خيار مجلس الوزراء، هذا ليس خيار أحد، فندرس الموضوع. شكلنا لجنة من عناصر غير حزبية في الحقيقة مهنية يترأسها رئيس ديوان الرقابة المالية، وبدأنا في دراسة القوائم المختلفة. وصلنا إلى قوائم عرضت على مجلس الوزراء، صوت عليها، أعطيت فرصة بين 3 أسابيع إلى 3 أشهر للاعتراضات والاعتراضات المضادة حتى نسمح للجميع. يعني هناك أسماء أوصت اللجنة بالتريث في تثبيتهم كمدراء عامين، أعطينا فرصة للاعتراض حتى نلغي التريث. أن ذولي بالعكس عفوا من يعترض، القوى السياسية أم الشخص المعني؟ الوزير مثلا الوزير يقول أنا هذا أجده جيد، قرار اللجنة مجحف بحقه مثلا، يعني صعدنا تغيير وزارات أخذنا رأي الوزير السابق المفتش العام الوزير الحالي بعض المعايير إلى آخره. فالآن وصلنا إلى تصويت كامل لمجلس الوزراء إلى كل المدراء العامين، من الآن إلى 3 أشهر قادمة سيحل كل موضوع المدراء العامين، لم نعود أمام مشكلة فيما يخص المدراء العامين. يبقى الوكلاء والدرجات الخاصة والدرجات الأخرى الخاصة، هذه تقدم قوائم وقدمنا قائمة أولى إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وسنستمر بتقديم القوائم. ملخص الحديث إننا الآن نسير بالاتجاه المعاكس الاتجاه السابق، كان التصاعد في موضوع التعيين بالوكالات، الآن الاتجاه نازل باتجاه التقليص من التعيين بالوكالات. الآن نضع شروط لمن يرفع إلى درجة مدير عام، يعني لا يكفي أن المدير يقدم إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يعرض على مجلس الوزراء من سيكون يعني سيكون مدير عام، لا، يجب أن نضع شروط للمدير العام، مثلا يخوض امتحان في عمل المهني، هناك إنجازات حقيقية، حتى تقييم الموظفين الأدنى له، تنوضع شروط حتى الوزير يقدم أسماء معينة حتى يحتلوا منصب المدير العام، حين ذاك يصوت مجلس الوزراء على مدير عام. بعد ماكو وزير يجيب شو اسمه واحد من حزبة خلال 3 أسابيع من خارج الوزارة إلى مدير عام؟ غير ممكن، لا نسمح بذلك، على الأقل في ظل هذه الحكومة لن تسمح بذلك. جي. سيد رئيس الوزراء، يعني في ملف آخر، ملف الهجوم على مقر الحشد الشعبي في أميرلي، هل توفرت لديكم أي معطيات في شأن من قام بهذا العمل؟ ثمة تقارير نشرت أمس وتنشر اليوم أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الهجوم، هل يمكن أن تؤكد لنا ذلك بداية؟ وما إذا صح كيف سيتعامل العراق مع دخول إسرائيل على خط تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي العراقية؟ لا، غير دقيق هذا الأمر حقيقة. هذا جاءت هكذا معلومات إعلامية، احنا حولنا المعلومات إلى الدوائر المختصة العراقية، واليوم تلقيت أنا تقرير القيادة يعني القوة الجوية العراقية وغيرها يشير أن هذا أمر غير ممكن، يعني مستصعب تماما. أولا الحادثة في أمر بسيطة لا يوجد فيها ضحايا، رغم أن الإعلام تكلم عن 5 و6، الحشد نفسه أوصل التحقيق إلى القائد العام، لا يوجد هذا العدد من الضحايا، والتفجير بسيط ليس ضخم. يقال أن طائرة 351 أمريكية تحمل ليس بالدرون وليس بصاروخ،
تقرير القوة الجوية العراقية يقول طائرة من هذا النوع تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى طائرة أكبر منها موجهة، وتقول أن طائرة بهذا الشكل 3×2 متر تحتاج إلى طائرة أكبر، أو تحتاج إلى إدارة أرضية مكثفة. وإذا أطلق مثل هذا، مثل هذه الطائرة التي ممكن أن تطلق صاروخ أو تكون هي صاروخ، الدمار سيكون كبير. فإذا هذه الرواية حقيقة، والآن نشهد كثير من الروايات التي تحاول الإيقاع بين الأطراف، يعني هي بحد ذاتها ليست حدث، لكن إذا وصل إلى طرف آخر وقرأها قراءة خاطئة قد هو يقوم بالشيء ويصبح لدينا حدث، يصبح لدينا يعني ضرب متبادل وبالتالي تصعيد، وهذا غير صحيح. طيب إلى أي مدى هذا الحادث سيشكل عائقاً أمام تنفيذ الأمر الديواني، الأمر الديواني الذي تتضارب التحليلات في شأن ما إذا كان جاء بقرار عراقي خالص أم بضغط إيراني أم بضغط أمريكي؟ إلى هذا الحد ثم تناقضات في شأن هذا الأمر الديواني؟ ما سؤالك يحمل الجواب، إما هو بضغط إيراني إما هو بضغط أمريكي. زين، هو بقرار عراقي خالص حقيقة. هل أزعج أحداً خارج العراق؟ والله أترك الأمر إلكم، أنتم أصحاب المسح والاستطلاع. طيب. أنا دولة الرئيس، قبل أن يعني أستكمل السؤال من زاوية أخرى في موضوع الحشيد، تحدثت عن إجراءات يعني أنا كنت قد سمعت عنها سابقا في الآليات الواضحة لاختيار الدرجات الخاصة، هذا النصف الفارغ من الكأس، ولكن في مجلس النواب تكمن العبارات، يعني هل ستكون هذه الصورة وردية في نزاع القوى حول الدرجات الخاصة؟ القائمة التي أرسلتها بالأسماء الأربعة ومنها محافظ البنك المركزي العراقي صارت أكثر من جلسة واستمر مجلس النواب وهي حتى الآن لم ترى النور، يعني مصالح الكتل السياسية إيش قد تضغط عليك باتجاه أن تمرر هذه مصالح تتنازلون عنها بسهولة؟ لا أستطيع بسهولة، لكن هناك حقيقة حسنية على الأقل للأطراف الكبيرة، هناك حسنية، هناك رغبة في المضي قدما. وأولا هذا السؤال يعني يوجه لمجلس النواب، يوجه القوى السياسية، يعني أنا لا أريد أن أكون متكلم ناطق باسم الآخرين. فهذا هاي ناحية. الناحية الثانية، إذا كنت أريد تقدير الموقف، نعم هناك ضغوطات، ليس بمعنى ضغوطات بل بمعنى أن هناك أمر واقع، القوى السياسية لها حضور، لها وجود، يجب أن تكون ممثلة. لماذا يترك الأمر كله بيد رئيس الحكومة؟ وهذه وجهات نظر أيضا يجب أن يؤخذ بها، يعني حتى إذا أراد رئيس الحكومة التصرف يجب أن يأخذ الأمر الواقع اللي أمامه، يعني ما ممكن هو يتحرك خارج الواقع، يعني ما يقدر يتحرك ويعتبر أنه ما عنده قوة سياسية، مثل مسألة الوزارات. نعم. ليش تأخرت؟ هو إحنا عندنا رغبات، عندنا أسماء، لكن أنا أعلم من سيصوت هو مجلس النواب، فبالتالي يجب أن أجرد، يجب أن أستطلع توجهات مجلس النواب للحصول على أعلى إمكانيات التصويت الإيجابي لمرشح معين، سواء كان وزير أو سواء كان درجة خاصة. فهذا يحدث تفاعل شئنا أم أبينا، ليس بمعنى ضروري الضغط، إذا أنت ما تنطينا فلان إحنا ما ننطيك فلان، لا والله العظيم إلى حد الآن هذا لم يحصل. لكن أن لنا دور، لنا مكانة، راعينا، خلوا توازنات معينة، جيبوا الناس اللي إحنا قد نقبل بهم، نعم هذا موجود، وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم، هذا لا يعتبر شيء من المحاصصة، هذا في كل دول العالم يؤخذ بنظر الاعتبار توازنات. طيب. السلطة التشريعية، السلطة التي تصوت على إمضاء هذه الأسماء. طيب، فقط يعني بالإجابة حضرتك على زميلي فيما يخص الحشد الشعبي، خليني أعيد صياغة السؤال. أنتم تعملون على حل إشكالية حقيقية في موضوع الحشد، لكن المعلومات تقول أن الأمريكان يعتقدون أن هذه الإجراءات هي تقوية للحشد. سؤالي، ما هي الآليات الفاعلة في التعامل مع المخاوف الأمريكية من الحشد مقابل المعالجة الإيجابية لملف الحشد؟ لا، أولا الحشد حقيقة واقع، والحشد
هو جزء ليس فقط من النظام، من النظام القوات المسلحة، خاض حرب لسنوات طويلة مع القوات المسلحة وتنسيق خطط وعمليات مشتركة وتوزيع ساحات وتوزيع جبهات وشهداء وضحايا. لا يمكن التفكير حقيقة بإضعاف الحشد أو إهمال دوره. ليفكر بهذا الشيء معناته لا يحرص على أمن العراق، ليس فقط على منظومة القوات المسلحة العراقية. المشكلة هي أن الحشد يجب أن يكون في حالة كما بقية القوات المسلحة، في حالة أصولية منظمة، هناك سياقات، هناك شروط معينة لهذا العمل. لا يوجد شيء خارج سلوك الدولة، ولا يوجد كما يقال سلاح خارج سيطرة الدولة. فكل السياقات وكل الخطط وكل الاستراتيجيات وكل الأوامر وكل التحركات تكون بسيطرة الدولة والقيادات العليا والقائد العام للقوات المسلحة. هذه هي الفكرة الرئيسية. طيب، فعندما صدر الأمر الديواني، صدر الأمر الديواني لتنظيم رؤية كاملة. الآن انتقلنا من الأمر الديواني إلى التنفيذ، لذلك بدأنا فعلا بالهيكلة، وبدأنا فعلا بغلق مقرات، وبدأنا فعلا بالبحث، وليس فقط البحث، الوصول إلى معسكرات لخروج قوات من الحشد إلى تلك المعسكرات خارج المدن، وإغلاق كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل، سيطرات، مكاتب إلى آخره. كل هذا ينتهي ونصبح أمام صورة واحدة: الحشد كالشرطة كالجيش العراقي صنف من أصناف قواتنا المسلحة، منضبط، له قواعد عمل، له نظام الداخلي، له هيكليته، له تراتبيته، له رتبة، وبالتالي يصبح كما قلنا صنف من أصناف القوات المسلحة خاضعة بالكامل. وهذا حماية الحشد كما تفضلتم. نعم. وهذا ضبط أيضا، ضبط لوضع القوات المسلحة العراقية في إطار قانوني كامل، وهناك قانون للحشد، مجلس النواب أقر قانون الحشد. فأعتقد كل الأطراف، يعني لا ليس كل الأطراف، لكن الزخم العام في البلد والزخم الإقليمي والدولي هو مع مثل هذه الخطوات، بل الزخم الحشدي هو مع هذه الخطوات. قد يكون هناك رأي يختلف، قد يكون هناك رأي بعد مثلا قلق في مستقبله، يجب تطمينه، وحتى هذا الموضوع نحله كما واجهتنا مسائل سابقة قديمة كثيرة. صحيح. ليست أول تجربة. صحيح. لكن من الغريب أنه ما جاوبتني عندما قلت لك أنه هذه الخطوات يعني لم يكن هناك ارتياحا أمريكيا منها. الرسائل الرسمية المكتوبة بها ارتياح. عن ماذا تتكلم؟ هو هذا، تعرف الموقف الأمريكي. الرسائل الرسمية رحبت علنا وببيانات رسمية أن هذه الخطوة جيدة صحيحة، هي تعترض على بعض الأشياء لبعض العناوين. يعني عفوا دولة الرئيس، بهذه القصة شقين بالسؤال: آلية التنفيذ، آلية الدمج، يعني هل سيحصل دمج؟ لا، ما أكو دمج. إحنا ما قاعد ندمج الحشد بالجيش. لا، قلت صنف كالشرطة. ما قاعد ندمج الشرطة ويا الجيش. الحشد صنف إلى هيكليته، إلى وضعه، إلى مراتبه، إلى عناوينه، صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية. يعني هنا حولنا على السؤال الآخر: بعض الفصائل بين قوسين إذا قلنا عنها الولائية رفضت يعني الاندماج، أو قالت إننا خارج هذا الإطار، هل ستغلق مقراتها، مكاتبها، لأنها لم تلتزم وهي تملك سلاحا خارج الدولة؟ دائما حاولت أجيب على أسئلة افتراضية للمستقبل، لأن إما نضع المستقبل بكل شروطه وظروفه، أو نضع المستقبل بظرف واحد أو شرط واحد أو افتراضية واحدة. المستقبل سيأتينا بشروط وظروف مختلفة من جملتها هذه الفرضية. مع ذلك لتثبيت المبدأ، قلنا في الأمر الديواني ونقول اليوم وسنقول غدا: الهدف الأساس أن القوات المسلحة العراقية أو أي إنسان يحمل السلاح في العراق يجب أن يكون تحت سلطة الدولة العراقية ولا أي شيء آخر. هذا هو المبدأ الأساس الذي نعتمده. لا يوجد سلاح خارج الدولة، لا توجد نشاطات مسلحة خارج الدولة، الحركة وكل ما يتبعها من أمور سيطرات، مكاتب،
حواجز، كل ما يتبعها فقط الدولة، لا توجد قوى أخرى عشائرية أو ميليشياوية أو سياسية أو حزبية تضع ما يجب على الدولة أن تضعه فيما يخص أمن المواطن وحركة المواطن ومستقبل المواطن وعيش المواطن. راح يصطدم هذا رؤية حضرتك وخططها بتعقيدات كبيرة، نعم، سواء مع سلاح العشائر، نعم، سلاح بعض الفصائل وسلاح بعض القوى السياسية التي تملك خطوط مسلحة مضافة إلى خطها السياسي. من قال الأمر سهل؟ من قال الأمر سهل؟ الأمر صعب، لكن يجب أن تكون البدايات صحيحة، وهذا سيأخذ وقت. وفي الأمر الديواني الفقرة الأخيرة تقول أن الأمر صعب ومعقد وسيتم بشكل تدريجي، في الأمر الديواني هذا مثبت. هل جزء من هذه الصعوبة وهذا التعقيد أنه لن يكون حاليا بإمكان الجيش العراقي أن يدخل إلى جميع القواعد الخاضعة لسيطرة فصائل في الحشد الشعبي؟ بمعنى ثمة تقارير عن أن طائرة من دون طيار انطلقت من قاعدة جرف الصخر وضربت أنابيب نفط سعودية، وبالتالي كان هناك مطالبات لكم بضبط مثل هذه الأمور. مدى قدرتكم كسلطة كحكومة على أن تدخلوا كل القواعد العسكرية للحشد الشعبي؟ دائما طالبنا بإثباتات من الأطراف التي تدعي الأشياء. لم يأتينا طلب إلى لم نذهب إلى مكان الحادث ونحقق فيه. لم يأتي أي طلب على قدر علمي ما أتى لرئيس الوزراء من طلبات إن هذا حصل أو ذاك حصل أو هناك شبهة. لا توجد شبهة حصلت إذا لم نذهب إلى الموقع وندقق فيها، حتى ليس من جهة واحدة، من عدة جهات. مثلا عندما قيل هناك أنفاق بين العراق وسوريا لمثلا تهريب الأسلحة أو تهريب النفط، أرسلنا ثلاث جهات مختلفة إلى الموقع، هل هناك أنفاق فعلا؟ ودعينا الأطراف المدعية تفضل هاي الأرض اللي ادعيت. أطلقت صواريخ مثلا من مناطق قريبة من الزيوت مثلا نباتي، رأسا تذهب القوات المسلحة وتدقق في الأمر. هذا جوهر سؤالي دولة الرئيس لو سمحت، هل قادرة القوات العراقية على أن تذهب إلى قاعدة جرف الصخر لتحقق في الموضوع؟ بمعنى ما، هل تشعرون أنكم قادرون على امتلاك السلطة كاملة على كل الأراضي العراقية؟ قادر، بس أم ثمت من هو أقوى منكم؟ لا، الله أقوى من عندنا، الظروف المحيطة أقوى من عندنا. القوى العسكرية على الأرض العراقية، خليني أجابك، يعني أجابك، أكو من يريد أن يحشر الدولة العراقية في صراع بدون الحشد الشعبي، كما بدون القوات المسلحة لا يمكن معالجة أي خرق موجود في هذه يعني القوات، سواء كانت حشد أو جيش أو شرطة. يعني اليوم عندما ترتكب الشرطة مخالفة بدون القوى الفاعلة والمنظمة من الشرطة، من الصعب جدا معالجة خروقات الشرطة أو الجيش. بدون الجيش لا يمكن معالجة خروقات الجيش. بدون الحشد لا يمكن معالجة خروقات الحشد. فبالتالي وضع شرخ كأنما الحشد شيء والقوات المسلحة شيء آخر. وأنا ذكرت قبل قليل اختلطت الدماء وقاتلوا وجاءوا بالنصر سوية. لماذا يريد البعض الآن التفريق بين الطرفين ومصلحة العراق وأمن العراق، بل مصلحة الجهات الإقليمية والدولية كافة بدون استثناء، وبإحداث هذا التشابك وهذا التنظيم الذي حقيقة ينظم الحالة الأمنية في العراق ككل؟ لماذا يراد استلال أمور جزئية وأسئلة جدا محدودة ومستقبلية في علاقتك بالمجتمع الدولي بالولايات المتحدة؟ ونقول بدون الحشد لا يمكن معالجة قطاع الحشد، بدون القوات المسلحة لا يمكن معالجة أخطاء القوات المسلحة، إلا إذا أردنا ننظم قوة من خارج الجميع ونذهب لمعالجة ما يسمى أخطاء. تزيد الأمر سخوان هذه دولة الرئيس. خلينا شوية نطلع إلى المقلب الإقليمي اللي يعني تحققت بحركة مكوكية واسعة، ربما نحتاج وقت بعد أطول حتى نغطيها، لكن خلينا نبدي مع الجمهورية الإسلامية. إيران لا تريد تواجدا عسكريا أميركيا في العراق، والعراق يحتاج نوعا ما بشكل أو بآخر هذا التواجد الأمريكي. كيف خططتم
لحل هذه المعادلة؟ لأن العراق مستقل. هذا الذي يقول أن العراق خاضع أو إلى آخره، نعم هناك وجهات نظر كثيرة، تركيا لها وجهة نظر، السعودية لها وجهة نظر، طيب إيران لها وجهة نظر، طيب لكن القرار العراقي في محصلته هو قرار مستقل. نعم العراق يفهم كما ذكر في مجلس النواب، يأخذ بنظر الاعتبار الظروف، يأخذ بنظر الاعتبار الثقل الأمريكي، الثقل الإيراني، الثقل السعودي، الخليجي، التركي، يأخذ بنظر الاعتبار شيء، وأن العراق بروكسي، مجرد أنه أداة بيد آخرين شيء آخر. العراق ليس أداة بيد أحد، العراق له قرار مستقل، يتخذ قرار مستقل. أحياناً أصدقائنا يزعلون، أحياناً يفرحون، سواء الصديق كان غربي أو شرقي لا فرق، فالمهم أن العراق قرار مستقل. طيب ما هو هذا؟ وهذا دليل، وهذا هذا جواب على السؤال، أن فيما يخص القوات الأجنبية في العراق، العراق قرار مستقل. الآن عندما لديه علاقة بالتحالف الدولي أو لديه علاقة بالناتو، هذا كله بناء على اتفاقات عراقية موجودة. ما دام هناك اتفاق عراقي موجود، إذن هذه القوات تعمل تحت السلطة العراقية وبالإرادة العراقية وضمن السيادة العراقية، لا شيء آخر. طيب يوجد لدينا داخل العراق من يفكر تفكير آخر، هذا حق، هذا صحيح. طيب دولة الرئيس، ربما يعني هناك وعي أصبح في الشارع أنه جزء من الواقع الأمني المستتب في البلاد هو انعكاس لاتفاقات وتفاهمات مع دول الجوار، لكن رغم هذه الملفات التي دفعت، ما هي العوالق التي بقيت تشوب العلاقة العراقية الكويتية مثلا؟ ما هي العوالق التي بقيت تشوب ملف مياه شط العرب، الاتفاق الاقتصادي مع العربية السعودية؟ يا ريت تحدثنا عن هذه التفاصيل. عندما بدأت هذه الحكومة قلنا هناك مشاكل موروثات وهناك مشتركات. البدء بالعوالق والعوائق لن يجدي شيئا، لأن صارنا عقود احنا ندور في هذه العوالق، وبدل أن نخفف منها صرنا نزيد بها. يجب أن نذهب إلى المشتركات، نفعل هذه المشتركات. أولا حجم الإيجابي بيننا وبين الجوار يزداد. ثانيا سنكون أقدر على حل العوالق والعوائق، وفعلا ذهبنا بهذه النظرة. نعم. اتفاقية 75 إحدى الخلافات التي كانت بين العراق وإيران، عندما اتفقنا أن التالوك يصبح هو الخط، عدنا إلى الإخوة في إيران واتفقنا على الدخول في تنظيف شط العرب والبدء حتى نعود إلى خط التالوك وننهي موضوع تقدم الحدود العراقية الإيرانية نحو الغرب بمعدل 60 متر سنوياً في مواقع في شط العرب. وبدأنا بهذا العمل والاجتماعات مستمرة، نعم بها مشاكل كثيرة. نعم. نحن نتكلم عن مرحلة 40 سنة من المشاكل، بها مشاكل مالية، فنية، تقنية، قانونية، بها مشاكل، لكن بدأنا. الكويت نفس الشيء، ما بيننا اليوم من مشتركات لم يكن موجود في أي وقت سبق. أما عندنا مشاكل، نعم أيضا عندنا مشاكل، لا تزال هناك بعض الأمور، لكن حجم الثقة الآن المبنية والمشتركات الكبيرة التي أصبحت بيننا والآفاق التي تفتحها هذه المشتركات أكبر بكثير من المخاوف وأكبر بكثير من المعوقات. مع المملكة العربية السعودية أيضا قطعنا شوط جدا كبير معها، مع تركيا. قبل أيام كان لدينا وفد من وزير الخارجية والدفاع والاستخبارات لبحث الملفات الأمنية. عندما كنا في تركيا وفي اللقاء مع الرئيس أردوغان تم البحث في مسألة بعشيقة وفي غيرها من مسائل، كذلك في مسألة وجود البيكيكي في العراق، وأن العراق لا يسمح لأي طرف محلي أو خارجي أن يعتدي على أي من بلدان الجوار. كل هذه الأمور تبحث بصراحة أصبحت وبثقة، ليس بالتكتيك والمخاتلة السياسية. هذا ملف معقد، علينا أن نتقدم لحله. دولة الرئيس يعني فيما يخص نفس موضوع العلاقات تتحدث بتفاؤل كبير عن وضعنا مع دول الإقليم وأوروبا جميعا يعني والولايات المتحدة، ولكن ما يشاع من
عبر وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة غير راضية عن أداء الحكومة، مما يؤدي أو سيؤدي إلى تقليص وجودهم ليس فقط العسكري والاستشاري وحتى وجود السفارة وعاملها، إلى أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن ترك العراق إلى إيران. على كل مو هذا اللي نسمعه من الطرف الأجنبي، يعني الطرف الأجنبي يؤكد أن العلاقات جيدة وممتازة، وما تحقق خلال هذه الفترة كان جيد وممتاز. وأرجو منكم كإعلاميين، في أي يوم كان العراق له هذه العلاقات المنفتحة بكل دول العالم وبكل دول الجوار؟ أعطوني أي فترة سابقة كان العراق على علاقات جيدة بجميع دول الجوار. في العصر الملكي؟ لا، في العهد الملكي. كنا في العصر الملكي سنتو، كنا متصارعين مع مصر ومع جبهات أخرى، مع سوريا كنا متصارعين. زين، اليوم نحن على علاقات ممتازة بأوروبا. أوروبا عندما جاءت مغريني هنا وقرأتم البيان الذي صدر له، تتكلم عن قصة نجاح للعراق. اليوم الـ IMF درجة خطورة العراق زين من the highest risky country إلى middle، يعني كل متوسط، هذا كله تقدم. انطوني مرحلة في تاريخ العراق، ليس فقط الدولة المعاصرة العراقية، العراق صديق للعالم وصديق لكل دول الجوار. نعم، من فلسطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مهمتكم كإعلاميين أن هذه الفقرة، ذيك الفقرة، ليش زيارة، ليش عدم زيارة، هاي في كل دول العالم موجودة. احنا نقول علاقتك مع دول الإقليم والجوار والإيرانيين زين، علاقتك ويا الأمريكان زينة لو مو زينة؟ أوروبا أيضا زينة، فرنسا زينة، بس أمريكا زينة لو مو زينة؟ لا، في العلاقات مع الولايات المتحدة جيدة. نعم زين، لكن كما ذكرنا علاقتنا علاقة حقيقة مستقلة. وعندما جاء الرئيس ترامب إلى عين الأسد مثلا، وجاء بطلب، يعني جاء بموافقة عراقية، السفير الأمريكي جاء إلى هذا المكان الساعة 9 وأبلغ رئيس الوزراء عن رغبة الرئيس ترامب بالمجيء إلى العراق، وقال أرجوك أعطيني جواب قبل الساعة 12 حتى ظهرا لو ليلا؟ ظهرا، هو الحجب الليل كان ظهرا، حتى نقدر نرتب السفر، والسفر سرية جدا والرجاء عدم إخبار أحد. هذا قبل أن يصل؟ الساعة 9 صباحا. لأنه الكتل السياسية بدأ يدركنا الوقت، لكن خلينا نكمل. يعني عمليا لم نتحدث بعد في معظم القضايا الخارجية التي كان يفترض أن نتحدث فيها. الكتل السياسية تتحدث دائما بين قوسين عندما تعير الحكومة، أنه هذا خدش للسيادة لأنه جاء وخرج دون علم الحكومة. لا، فهذا التوضيح مهم. لا مهم، لا، أنا أبلغت وزير الخارجية الساعة 11 أن يبلغ رئيس الجمهورية، أبلغ بعد الظهر، وأبلغنا الجانب الأمريكي أن نرحب بالزيارة. لكن عندما حدثت الزيارة وذهب إلى عين الأسد وبقي في المعسكر الأمريكي وطلب أن رئيس الوزراء يذهب إلى المعسكر الأمريكي، رئيس الوزراء رفض، قال لم أذهب. فحصلت مكالمة، وكانت المكالمة إيجابية، وصدر بيان من البيت الأبيض إيجابي جدا، ووجه الدعوة 4 مرات 5 مرات إلى رئيس الوزراء العراقي. فهيمكم سموها زينة سموها مو زينة، سيد رئيس الوزراء. اليوم يفترض أن تكون في واشنطن وفق ترتيبات سابقة، ولكن زيارة أرجئت أم ألغيت؟ من أرجأها؟ من ألغاها؟ هل ثمة ما استجد بالموقف الأمريكي وفرض شروطا معينة لتنفيذ الزيارة؟ لا توجد شروط. أنا واجبي أن أنقل إليكم وإلى الرأي العام ما لدي من معلومات رسمية. نعم. وعلى الإعلام أن هو يدقق ويشوف معلومات أخرى زين تفيده في صناعة الخبر، تفيده في صناعة المعلومة. أعلمنا رسميا من الخارجية الأمريكية أن سيكون هناك موعد زيارة في 22 تموز، كنا على استعداد للذهاب وكانت كل الأطراف موافقة، لكن في أمريكا من يحدد الأمر نهائيا هو السكجولر اللي يرتب موعد الرئيس نفسه. هذا لم يكن قد أعطى رأيا، يرتب موعد الرئيس لم يكن قد أعطى رأيا
قلنا لهم إذا تأخر التثبيت عن تاريخ الفلاني سيكون متعذر علينا الذهاب، لأن أيضا نحن لدينا جداول أعمال لا نستطيع. فعلا تأخر التاريخ بعض الشيء، فرجعوا قالوا طيب احنا نسويها في أغسطس. قلنا في أغسطس ما نقدر، أغسطس كونغرس معطل كله معطل، احنا ما نقدر. قالوا طيب نسويها في 31 تموز. قلنا خلص انتهت، بعد احنا صعب علينا نرتب أمورنا بهذه الطريقة، احنا يهمنا أن تكون الزيارة ناجحة وعلاقاتنا احنا جيدة، ويجب أن تأتي الزيارة كزيارة ناجحة. وأنا قلت لهم سبتمبر سيكون موعد الجمعية العمومية وبالتالي هذا غير لائق. نعم. في تشرين إذا كان هذا مناسب لكم احنا نحدد موعد تشرين. هذا كل ما موجود على الصعيد الرسمي. دولة الرئيس طبعا هناك هذا الصراع الأمريكي الإيراني، وكثيرون تخوفوا من أن يكون العراق ساحة. العراق رسميا تقولون أنكم قمتم بدور وساطة أو رغبتم في دور وساطة وأنكم على الحياد. أولا، هل ثمة فعلا قدرة للعراق على أن يكون محايدا في صراع أمريكي إيراني وميدانيا في حال أعلنت قوة عراقية مسلحة انخراطها في صراع مسلح لمصلحة إيران ضد الولايات المتحدة؟ هل أنتم قادرون على حماية المصالح الأمريكية في العراق؟ لا. أولا تعريف معنى الحياد. الحياد ماذا يراد بالحياد؟ نفسها أمريكا حاولت أن تلعب دور الحياد في الحرب العالمية الثانية، ثم في مرحلة لاحقا جرت إلى، في البداية نأت بنفسها إلى أن أجب بيرل هاربر، واضطر روزفلت أن يدخل في الحرب العالمية الثانية، وإلى لفترة طويلة كان هو نائب نفسه عن الحرب. العراق بلد في موقع حساس وخطير. احنا من ناحيتنا لنا مصالح مع الجيران، لنا مصالح مع أصدقاء أيضا. هذه مصالح يجب أن تخدم. فالحياد مو كلمة أني أنا أتكتر وأقعد على صفحة وما أهتم بما يجري. تتطور الأحداث نتطور معها، كيف تتطور هاي الأحداث إحنا نتطور معها. فبالتالي العراق يدافع عن جغرافيته وعن موقعه وعن تاريخه وعن مستقبله وعن واقعه بهذا الشكل. ماذا لو هددت مصالح أمريكية داخل العراق من فصائل عراقية، كيف ستتعاملون معها؟ إلى حد الآن احنا تعاملنا بشكل جدا صحيح. طيب. إلى حد الآن منعنا أي اعتداء وأبلغنا الجميع أن هذا اعتداء على الدولة العراقية، لا نقبل أن تشن كما لا تقبل أي دولة. صحيح. لا تقبل أي دولة الآن في إيران نفسها أو في أي مكان آخر، مهما كان الشعار المرفوع لا يمكن لأي جهة أن تدير سياسة الدولة. من يدير سياسة الدولة وأمن الدولة هي الدولة. صحيح. فبالتالي لا بديع عن هذا الشيء. يعني وصلنا للدقائق الأخيرة، الأخوان يقولون أيضا نحن نشكرك على وقتك اللي أعطيتنا، وأيضا المشاهدين الكرام. شوية نطلع أنا أيضا أرجع للوضع الداخلي، نبقى بجونا الداخلي. طروفر السؤال حلو، فر السؤال بسيط. ريحوا عن المشاهدين كلها مشاكل مشاكل مشاكل. سألناك السؤال البسيط الحلو قبل البرنامج، قلت لك شو وقت تنام شو وقت تقعد، اكتشفت أنه تقعد الفجرية وبعد ما تنام إلى هذا. إذا تقدر تريد تجاوب بس أنا سؤالي، هل تميز الكرد عن باقي فئات المجتمع العراقي؟ الكثير من القوى السياسية تقول أن السيد عادل عبد المهدي يميزهم في كثير من التفاصيل. يستحيل أميز الكرد عن أحد، كل العراقيين عراقيين بالنسبة لي، لكن كل ملف إلى أوضاعه وخصوصيته وتاريخيته. اليوم الأسديين مثلا في ظرف معين أخذوا أهمية معينة، علينا أن نخدم هذا الملف حسب هذا الظرف وحسب قسوته وحسب شروطه. القضية الكردية قضية عاشت الدولة العراقية من تأسيسها إلى حد اليوم، يعني قبل هذه الحكومة، قبل هذا النظام، منذ الفترة الملكية، من فترة بكر صدقي كان هناك شيء اسمه قضية كردية. صحيح. فعلى علاقة لا موازنة ولا نفوط ولا صحيح. كل شيء كان أكو شيء اسمه قضية كردية. هل نساعد على حل هذه المسألة أم لا؟ لا نساعد على حل هذه المسألة. فبالتالي هذا خدمة إلى العراق ومساواة بين العراقيين أن نساعد على حل كل المشاكل. كما قلت اليوم عندما يتعرض شبكي أو صابئي أو تركماني أو عربي أو سني أو شيعي، طيب زين، نحاول أن نجد حلول لهذه القضية ولا نقف عند ملفات مهمة، لكن نرى كل الملف عبر هذا الملف. هذا الملف نضعه بمنظور سليم
لحل القضايا وليس للتصعيد فيها أو تسخينها. نعم. طيب دولة الرئيس أيضا في هذا الباب، لأنه لا يعني لا يجوز أن نختم بدون الحديث عن كردستان، ما يتم الحديث به عن أرقام هل تؤكده أو تنفيه؟ في مقابلة مع الدكتور العبادي قال أنه السيد عبد المهدي أعطى 1.5 مليار رواتب إضافية. هناك حديث سياسي من فرقاء سياسيين عن مجاملات السيد عادل عبد المهدي للكرد فيما يخص التسهيلات المالية أو حتى النفطية في هذا الباب. وربما فعلا آخر سؤال، ما هي تصوراتك للحل في كركوك؟ كركوك صراع مركب فيها؟ يعني هذا السؤال بعد حلقة كاملة. على كل حال، أنا كنت وزير في فترة العبادي. نعم. ومن سويت اتفاقات، ما سويت اتفاقات باسمي، سويت باتفاقات باسم الحكومة وبموافقة الحكومة، وأعرف هذا الملف يعني معرفة جيدة بكل أبعاده، وممكن النقاش به مفصل وطويل. نحن نلتزم بالقانون، قانون الموازنة العراقية يقول على كردستان أن تسلم 250 ألف برميل نفط إلى الدولة العراقية إلى سومو. نعم. إذا لم تسلم يتم اقتطاع هذا من حصتها في الموازنة، وهذا ما نقوم به، هذا بالضبط ما نقوم به. طيب. إذا تضرب 250 في سعر برميل النفط، هو ما ندفع إلى كردستان تقريبا نصف موازنة مقطوع منها ما لا تسلم من النفط. إما الرواتب، رواتب لم أفرضها أنا، جاءت من كل الرواتب، هي جاءت من فترة حكومة العبادي، لم نضف عليها شيء، لا توجد ملاكات إضافية. كل الرواتب الآن تدفع في إطار الموازنة العراقية وتدفع بشكل مشروع. نعم. وأعتقد هذا يفرح سكان كردستان، وهذا يربط أبناء الوطن الواحد إلى وطنهم الواحد زين أكثر مما يثير مشاكل. إما تطبيق الموازنة فإحنا نقتطع من كل النشاطات الأخرى غير رزق المواطن. نعم. دقيقة فقط تعليق حول مسألة مهمة دكتور، بس كنت تختلفون وأنا أصلح بينا. لا مسألة مهمة حتى لا نغيب عنها، لأن كثيرا بضرورة ختام البرنامج. نعم مستعد فقط تستمرون، أنا ما عندي مشكلة. دولة الرئيس فقط مسألة أساسية، يعني مسألة القائد العسكري الذي اتهم بتسريب إرشادات أو أحداثيات الحشد الشعبي للقوات الأمريكية، هذه مسألة مهمة جدا وهناك لجان تحقيق، هل يمكن أن نطلع المشاهد العراقي وغير العراقي على هذه؟ وجرى التحقيق من عدة اتجاهات، والتحقيق لم يثبت هذه المسائل. نعم. وسيد وزير الدفاع اتخذ إجراء بأن هذا الضابط يعين يعني في مكان آخر، وتحل المسألة. أولا أجري تحقيق فني وتحقيق إداري بشكل أصولي وسليم، لم يلقى القبض على أحد، وإنما فتح تحقيق وتم معاينة الصوت، تم معاينة إذا كان هناك نوع من الفبركة، تم كل هذه الأشياء تمت ووصلوا إلى نتيجة، والنتيجة تقريبا حسمت. طيب. حسمت نهائيا بشكل صحيح. انتهى التحقيق. نعم. رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، شكرا جزيلا لك على وقتك الذي منحته لنا. شكرا لكم. لا شكرا، أنا أشكركم كثيرا. شكرا جزيلا.